أولا أقوم لصلاة الفجر والحمد لله وأصلي الركعتين الراتبة في البيت، ثم أذهب للمسجد وأجد الصلاة لم تقم، فهل أصلي ركعتين أم ماذا أفعل؟ لأنني سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي راتبة الفجر ثم يذهب فتقام الصلاة مباشرة. نعم، ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الركعتين، ركعتي الصبح في بيته، ثم يضطجع على جنبه الأيمن، ثم يؤذنه بلال بإقامة الصلاة. باعتباره إمام تقام الصلاة بحضوره عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للمأموم فإذا أراد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يملك الإقامة، المأموم لا يملك الإقامة، إنما الذي يملك الإقامة الإمام. فإذا اقتدى به وصلى الركعتين في بيته ثم اضطجع مقتديا به عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى المسجد فإنه قد يدخل المسجد قبل الإقامة، فإما أن ينتظر واقفا أو يصلي الركعتين، ركعتي تحية المسجد، ولا إشكال في ذلك، لأن هذا وقت موسع تصلى فيه تحية المسجد. أحسن الله إليكم. لكن قد يقول قائل أيهما أفضل، أن أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصلي الركعتين في البيت وأضطجع ثم أذهب إلى المسجد، أو أذهب إلى المسجد مباشرة وأصلي الركعتين في المسجد ليتيسر لي الحضور قبل الإقامة، ويتيسر لي الصف الأول، ويتيسر لي انتظار الصلاة؟ هذه مفاضلة بين عبادات. أما بالنسبة للإمام فالأفضل له أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه صفته وهو إمام عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للمأموم فلو تقدم إلى الصلاة ومن أول من سماع الأذان وصلى الركعتين وجلس ينتظر الصلاة وذكر الله وقرأ قرآن وما أشبه ذلك، هذا جاء الترغيب فيه. وعلى كل حال هذه مفاضلة بين عبادات، ولو فعل هذا أحيانا وهذا أحيانا امتثالا لفعله عليه الصلاة والسلام، اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام وامتثالا لقوله، فيحصل على الخير إن شاء الله تعالى.